تحية نضالية رمضانية صباحية لجميع المعتصمين المعتصمات اللي حجوا لهذا المعتصم الجزئي الجهوي خاص بجهة الرباط سلا القنيطرة اللي كيتزامن أكيد مع المعتصمات اللي مجسدة الآن في 12 جهة المملكة المغربية خاصة بالموقوفين والموقوفات فقط، لأن الإخوان الآخرين مزاولين خدامين اليوم واستحضار مصلحة المتعلم غادي نديروا معتصم آخر إن شاء الله خاص بالموقوفين تاع المغرب كامل هنايا نهار الأحد الموقف قبل 31 مارس، معتصم يكون ممركز خاص بالموقوفين وغادي يكونوا المتضامنين ان شاء الله من جميع المدن المغربيه الاساتذه والاستاذات والفئات الاخرى المزاوله المتقاعده، وغادي تكون الهيئات الحقوقيه والنقابيه كاكيد في المعتصم اللي غادي يوصل رساله واحده هو ارجاع الموقوفين والموقوفات بكرامه. اذا كنركزوا على الكرامه اولا كرامه ثانيا، ثم المطالب الاخرى هي تشبث الملفات العالقه بما فيها الملف ديال الزلزاله 10 اللي دار ضجه كبيره هذا الاسبوع، خصوصا الماده 81 اللي كنطالبوا الوزاره المسؤوله انها تخرج توضح الناس مادام هي مختصه في هذه التوضيحات وكتخرج كتشرح دائما الانظمه الاساسيه، خرج دابا شرح لنا قبل ما تفرقع الرمانه بين قوسين عاد توليو تجيو تقلبوا على لاجي ونشرحوا لكم غيكون سي تروطار. اذا خرجوا شرحوا الناس الماده 81 كل اللي مودي واش هذا الشيء بصح اللي كيروج بان هذيك 5 سنين اعتباريه اللي قلتوا لهم ما يزيدوهاش مع ديك السنوات اللي عندهم، راه كيعرف انتم كتعرفوا تزيدوا مزيان، بان هذيك الماده 81 خرجوا وضحوها بان هذيك 5 سنين اللي قلتوا اعتباريه ما كايناش، خصهم تيتسجلوا في السنوات في الترقيه بالاختيار العام الاول والعام الثاني والعام الثالث والعام الرابع والعام الخامس عاد يدوزوا بالترقيه بالتسقيف، عاد يدوز التسقيف ويطلب زهره ما نعرف هذيك الساعه كما قلنا راه تولي تخدم 67 سنه راه غاديين دابا في المخطط تاع اصلاح ولا تخريب تاع صندوق التقاعد اللي دابا اللي كنسمعوا بانه غادي يولي 65 سنه ويوصلوا 67 سنه. إذا الملفات الأخرى كذلك خارج السلم، إذا كيذكرونا بهذا الحوار القطاع المركزي، كيذكرونا بالاتفاق التاريخي تاع 26 أبريل 2011 اللي ما غاديش ننساو أكيد وغادي يكون في واحد الشكل ممركز كذلك إن شاء الله في هذا التاريخ، اللي غادي نبينوا لهم بأن حقنا تاع 13 سنة تاع فلوسنا اللي تسرقات وتنهبات وتغصبات للأسف في حوار ممركز قطاعي بين النقابات الأكثر تمثيلية وما كيعترفوش به، كيفاش غنثقوا بكم في هذا الحوار اللي بغيتوا ديروا دابا ممركز، وخصوصا انكم بغيتوا تدوزوا حوايج اخرى تاع التقاعد اللي غادي تادوا فيها قطاعات كامله الصحه والتعليم والجامعات المحليه والماليه والعدل. اذا كناكدوا بان هذه الحكومه ما نتنازلوش عليها. الملفات الاخرى كذلك ضحايا نظاميين العراضيين الدكاتره حاملين شهادات مساعدين اداري وتقنيين ثم المكلفين خارج سلكهم الاصلي والعاملين بالمراكز الجهويه لتربيه الكويت، ثم الملفات كامله اش نقول لك حتى ملف ما تحرك، ماشي حنا عدميين ولكن هذا هو الواقع الحال. هذيك 1500 درهم اللي قالوا يعطيوها لنا راه باقي ما خديناهاش، باقي ما كاين حتى حاجه، وهذيك 1500 راه كانت واحد الوقت كدير شي حاجه، راه دابا ولات بحال 150 درهم في ظل هذا الغلاء وارتفاع صاروخي الاسعار اللي ما بقيناش قادين عليه للاسف. والمندوبيه الساميه تخطيط راه كتاكد تتقول بان 90% تاع الموظفين يلتجئون للقروض باش يكملوا الشهر ديالهم، اذا يخرجوا يفندوا هذا الشيء يقولوا اودي ما كاينش هذا الشيء، ولا كانوا باغي يجيبوا لنا شي حاجه تاع التقاعد من الدول المتقدمه وبانهم تا هما خدامين 65 سنه وتا هما حكا راه 67 سنه، نقولوا لهم شوفوا شحال كيتخلصوا، راه الناس كتخلص 5 مليون 6 7، شوف شحال كيتقاعد هذوك الناس، شوفوا الصحه ديالهم امد الحياه، راه عندهم المواطن كيعيش 120 سنه 140 سنه، راه حتى الكورونا عاد ماتوا شي طبقه فيهم، اما الاغلبيه كانوا كيعيشوا 120 سنه، علاش؟ لان الصحه عندهم في المستوى، ماشي حنايا المخير فينا كما قلنا ما كيعرفش حتى فصيله الدم ديالو، وما يعرفش حتى السكر عنده تتوقف له شي بياسه عاد كيمشي للطبيب، لا ما وقفاتش والله ما قد يوصل على الطبيب، لان هذاك الطبيب الخاص براسه، الطبيب الخاص الاغلبيه ديالهم ما عندهمش لا ميوتيال، من تتلقى كزيرو مع الشيب اللفت، يعني هذاك الطبيب القطاع الخاص وكتلاقاتي وكاستاذ تاني راه براسي ما عنديش لا ميوتيال، فرحاتكم انتم عندكم لا ميوتيال، تنقول يا ودي راه عندنا لا ميوتيال وراه ما كنمشيو نخلصوا ما كنقدروش نخلصوا حتى الديفيرونس. هذاك تيفيروس وهذيك الفلوس اللي كنجمعوا هذيك البركه اللي كنحطوها في التقاعد دابا راه بغاو يحيدوها لينا، راه قالوا لنا سيدي بان هذاك التسقيف تاع زلزاله راه ما فهمتوش صحيح، راه عندنا حنا التسقيف تاع سنوات العمل، غادي تولي ان شاء الله تخدم 65 سنه وغادي يسقفوا لكم الاجور ديال المتقاعد، غتولي سميك مضروبه بجوج ولا سميك فصيله خمسه، يعني راه هذا الشيء خطير، يعني تخدم حتى تعيا وتكون طموح حتى تعيا غادي نهبط لك التقاعد تولي تخلص 5000 درهم 6000 درهم 7000 درهم، خرجوا وضحوا للعباد الله هذا الشيء اللي كنطالبوا، حنا هذا الشيء اللي كنسمعوه واللي كنقراوه، خرجوا قولوا لنا واش كاين ولا لا، هذا هو الدور تاع الحكومه الاجتماعيه بين قوسين التي تدعي انها اجتماعيه وهي للاسف تمرر مخططات لا اجتماعيه. اذا كناكد لكم بان في امريكا
الموظف الامريكي اللي بغى يمشي يشري الدار ما كيمشيش للبنوك، كيمشي لصندوق التقاعد ديالو كياخذ منه باش كيشري الدار. وعلاش؟ باش ما تفترسوش البنوك وتمص ليه الدم ديالو وتبتال عليه الاجور ديالو، ما كيخليوش عرضه لهذا للاسف هاد المتوحشين. لا، كيمشي كياخذ من القرض من صندوق التقاعد تاعو كيمشي يشري الدار، وكيشرطوا عليه تيقول له الا بغيتي ترجع رجعها، ما رجعتيهاش تحمل مسؤوليتك، المهم رزقك هذاك، ماشي عطاوك رزق تاعو. هنا لا، حنا دابا من 20 سنه، دابا انا 24 سنه وانا كنساهم في صندوق التقاعد، وباقي لي 20 سنه تقريبا ديال العمل غنساهم في صندوق التقاعد، ومن غنجيو غيقولوا لي هذاك الرزق لا راه غادي نحيدوك منه، اعطيني اخويا رزقي. انا ما باغي نساهم لا صندوق التقاعد واعطيني رزقي من انت تحيدوا لي بهذه الطريقه وتولي تخدمني حتى ل 65 سنه، يعني في عوض انني نطالب بالتعويضات على المهام والتعويضات على الهندام والتعويضات على المناطق النائيه والتعويضات على النقل باش ما تقلبش بيا 207 في حالي تقلبات بالاستاذات، غنولي نطالب بالتعويضات على الحفاضات على ليكوش اللي كنركز عليهم دائما. اذا اش من نوع تاع ليكوش غتعطيونا فعلا باش ندخلوا نخدموا في شحال 65 سنه ولا كما قلنا 67 سنه؟ اذا موعدنا ان شاء الله المعتصم المركز ونكملوا الحوار ديالنا، يعني لان مشاكلهم كثيره وما غاديش يكفينا تصريح واحد. تحيه لضاليه الجميع. استاذه ورده العشوري موسيقى بالرباط، تحيه عاليه لكل من حضر اليوم بالاعتصام الجهوي الجزئي الانذاري بمدينه الرباط، وذلك تضامنا مع الموقوفين، ونطالب اولا بارجاع جميع الموقوفين والموقوفات دون اي قيد او شرط، وايضا نندد بكل الاجراءات اللاقانونيه التي صدرت في حق يعني المظلومين الاساتذه الموقوفين من توقيف عن العمل والراتب ايضا، وتوبيخ وانذارات واستعداد لمجالس تاديبيه. ذنبهم الوحيد انهم دافعوا بكل حرقه بكل غيره على حقوقهم وعلى حقوق التلميذ وعلى المدرسه العموميه والوظيفه العموميه بصفه عامه. لذلك نندد بهذه الاجراءات ونطالب بارجاع الفوري للاساتذه المظلومين الابرياء، وايضا استرداد جميع الاقتطاعات من الاجور، وايضا نندد بالاصلاحات يعني لا اصلاحات في نظام التقاعد، لانه لا يعني ليس منطقي ابدا ان يتم يعني فرض ضريبه على الموظفين اذا كان هناك مشكل او نهب في صناديق الشعب بصفة عامة وصناديق الموظفين بصفة خاصة يعني صندوقي التقاعد والمقاصة، يعني بدل فرض هذه الضرائب على ناهبين لهذه الصناديق والمسؤولين ومسؤولين الذين ساهموا في يعني إفراغ هذه الصناديق. لذلك نقول لا لنظام الثالوث المشؤوم للتقاعد، لا للهجوم على المدرسة والوظيفة العموميتين، لا للهجوم على جميع المكتسبات التي استشهد لأجلها أجدادنا، نعم لإصلاح حقيقي. إذا كانت الحكومة لها نية يعني نية فعلا صادقة في الإصلاح، فيجب أن أولا أن تمد جميع الحقوق والمكتسبات للشغيلة التعليمية، لأنهم يستحقون هذه الحقوق. ونقول نعم لنظام أساسي يعني عادل ومنصف لجميع الأسلاك وجميع الفئات التعليمية، نعم للعيش الكريم للتلميذ وللأستاذ وللموظفين والمواطنين بصفة عامة، والحرية لجميع الأبرياء، الحرية للأستاذ محمد جلول. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.